اللجنة الوزارية العربية تجتمع في الدوحة بمشاركة وزير الخارجية السوري، والأسد يحذر من زلزال إقليمي إذا ما تدخل الغرب في بلاده. مقتل فلسطيني وجرح آخر في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ونتنياهو يعلن فشل جهود التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ويتوعد. إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد 4 انفجارات هزت إحدى قواعده الجوية، وتجدد العنف يؤدي إلى مقتل جندي و5 مدنيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة في اليمن. حياة طيبة وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية المفصلة من قناة روسيا اليوم في موسكو. عقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعا في الدوحة بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد ومستشارة الرئيس بوثينة شعبان. وسبق الاجتماع بيان من الخارجية السورية أعربت فيه عن استغرابها حيال رسالة وجهها رئيس اللجنة الوزارية العربية مساء الجمعة، وطالب فيها دمشق بحماية المدنيين. كما استغربت الخارجية في بيانها استناد رئيس اللجنة إلى ما وصفته بأكاذيب قنوات التحريض، متسائلة عن دواعي هذه الرسالة قبل يوم من اجتماع الدوحة. وفي مقابلات مع القناة الروسية الأولى قال الرئيس السوري بشار الأسد إن زلزالا إقليميا ينتظر القوى الغربية إذا ما تجرأت على التدخل في بلاده. ولكن الحسابات بالنسبة للآخرين تجاه هذا السيناريو هي ليست حسابات سهلة، فسوريا بلد له موقع خاص جدا من الناحية الجغرافية، من الناحية الجيوسياسية، من الناحية التاريخية ومن النواحي الأخرى المختلفة. سوريا هي موقع لالتقاء كل مكونات أو معظم مكونات الشرق الأوسط، الثقافية، الدينية، الطائفية، العرقية وغيرها. هي كخط التقاء صفيحتي الزلزال. أي محاولة لهز استقرار صفائح الزلزال سيؤدي لزلزال كبير يضر كل المنطقة. طبعا سوريا هي ليست ليبيا ولا أي دولة أخرى، لا من الناحية الجغرافية ولا السكانية ولا السياسية ولا من الناحية التاريخية، فأي سيناريو من هذا النوع سيكون مكلف كثيرا. في المقابل شكلت المواقف الروسية الأخيرة محط استحسان الرئيس السوري الذي رأى فيها تفويتا لفرصة التدخل الخارجي. منذ الأيام الأولى للأزمة كان هناك تواصل مباشر بيننا وبين الحكومة الروسية، وكنا نشرح لهم بالتفاصيل هذا الوضع. انطلاقا من أهمية سوريا وتأثير سوريا على الوضع في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة تحديدا، كان هناك معرفة روسية لمخاطر محاولات التدخل في سوريا سواء سياسيا أو أمنيا أو عسكريا أو بأي طريقة أخرى. لذلك قامت روسيا بلعب دور مهم على الساحة الدولية، وكان آخرها الفيتو في مجلس الأمن. فإذا نحن نعول على الموقف الروسي. دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقتل العشرات في سوريا السبت الماضي، واصفا العنف بأنه غير مقبول. إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 جنديا قتلوا السبت في كمين مسلح في منطقة إدلب، فيما قضى 20 آخرون في مواجهات مع المسلحين بمحافظة حمص التي سجلت حسبه مقتل 12 مدنيا. أما وكالة سانا فقالت إن 4 جنود قتلوا في حمص، مضيفة أن القوات الأمنية قضت على 6 مسلحين وألقت القبض على 20. في المقابل خرج مئات الآلاف من أنصار الرئيس الأسد إلى شوارع السويداء في مسيرات تدعو إلى دعم الإصلاح والدفاع عن استقلالية القرار السوري. ومعنا من واشنطن الناشط السوري عهد الهندي. سيد عهد أهلا ومرحبا بك. يعني أصوات إعلامية كثيرة الحقيقة خصوصا في الإعلام السوري اتهمت المواقع الافتراضية بالتلفيق، يعني بتلفيق المظاهرات والحقائق وتشويه المشهد الميداني في سوريا وكذلك في ليبيا وربما دول أخرى. كيف يمكننا الوصول إلى الحقيقة بحكم تجربتك في منظمة منشقو الإنترنت؟ وعرفنا باختصار بهذه المنظمة.
أوكي. نعم، وسائل الإعلام السورية منذ بداية الأحداث كانت في حالة نكران لكل ما يجري، لأنها ببساطة ناطقة باسم أجهزة الأمن السورية. وسائل الإعلام السورية هي من لفق وهي من ادعى وحتى أزالت بعض المدن السورية من الخارطة، كما حصل في قرية البيضة حينما ادعت بأنها في كردستان العراق وأن قوات الأمن السوريين هم بشمرقة، ولنكتشف مؤخرا أن أحد الذين ضربوا وظهروا بالفيديوهات ظهر على شاشة التلفزيون السوري وهو سوري موجود في مدينة البيضة. إن كان حديث بشار الأسد أو القنوات الإعلامية السورية صحيح حول التلفيق، إذن ليسمحوا لوسائل الإعلام الأجنبية بالدخول إلى سوريا. ليس هناك أي وسيلة لنقل المعلومات من داخل سوريا إلى الخارج سوى يعني وسائل الاتصال الإنترنت عن طريق الموبايلات والكاميرات والأفراد أو ما نسميهم بالصحفيين المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، التلفزيون السوري وكل ما يملكه من حرية تنقل ومن إمكانيات في سوريا حتى الآن لم يستطع أن ينقل صورة مغايرة لما يجري، بينما رأينا أفراد أشخاص بهواتفهم النقالة والمحمولة قاموا برصد كل ما يجري من تظاهرات في سوريا وبثها على شبكة الإنترنت. دعني أسأل من الناحية الفنية، غير ممكن هنا، دعني أسأل من الناحية الفنية، يعني هل من الممكن أن تكون هناك تظاهرة من 10 أشخاص أن نحولها إلى 100، أو تظاهرة من 100 نحولها إلى 1000؟ يعني من الناحية التقنية، من ناحية الأديتنج المونتاج، هل هذا ممكن؟ غير ممكن، يعني هذا لا يعني لا ينطلي إلا على الأغبياء حينما يصدقون فيديو يعني تقنيا ملعوب به بهذه الطريقة. غير ممكن بالمطلق. هناك أماكن، هناك وجوه تظهر، هناك مدن تظهر. رأينا في حما على سبيل المثال يعني أكثر مئات الألوف يتظاهرون في ساحة العاصي في حما، وهذا غير ممكن بالمطلق، يعني لا ينطلي على قنوات إعلامية. وأنتم كقناة روسيا اليوم، أعتقد أنها لو مرق عرضتم كثير من فيديوهات المظاهرات التي تجري في سوريا، وأنا أجزم لكم بأنكم ستعرفون، وأي فني عادي سيدرك بأن هذه الفيديوهات هي مفبركة لو كانت حقيقة مفبركة. طيب سيدي، يعني أيضا يعني مواقع التواصل الاجتماعي تدخلت في موضوع دعوات للتظاهر في دول عربية، كانت يعني بحسب الأجهزة الأمنية يعني هذه دعوات من مصادر أجنبية هكذا فسرت. إلى أي مدى يمكن للإنترنت أن يوظف في خلق معارضات افتراضية؟ يعني هناك أيضا دعوات كانت تنشر على بعض المواقع الاجتماعية، وهذه المواقع تقوم بحجبها. طيب هلا نحن الانترنت كما نستخدمه نحن في دول العالم الثالث وفي الدول العربية، أيضا الدول الغربية تستخدمه والمواطنين فيها وينظمون أنفسهم ويتظاهرون أيضا، لكن لا أحد في هذه الدول الغربية يقول أن هناك أيدي أجنبية وراء هذه الشبكات، لأنهم موثقين بأنفسهم، لأنهم يعرفون بأنهم جاءوا بقوة الشعب وبقوة الصندوق الانتخابي. أما في بلدان مثل سوريا، ولأن النظام مدرك ويعرف أنه جاء بحكم إلى الحكم بقوة الدبابة، فهم يعني يضعون اللوم دائما على القوى الأجنبية. طيب أنا على سأفترض بأن بشار الأسد لديه الشعبية الكاملة في سوريا كما يدعي، لماذا إذن يخاف من مواقع الافتراضية؟ ولماذا يخاف أيضا من توظيف أجنبي إن كان هناك أي توظيف أجنبي؟ إذ كان الشعب فعلا مع بشار الأسد لن يحركه لا توظيف أجنبي ولا أي توظيف آخر، بل على العكس سيكون هذا الشعب وراء بشار الأسد. لكن الحقيقة أن وسائل الإنترنت والفيسبوك على سبيل المثال واليوتيوب بشكل لعب دور مفصلي في الموضوع السوري بسبب عدم وجود أي صحفيين مستقلين في سوريا ليغطوا الأحداث، فتم تصوير الفيديوهات ووضعها على اليوتيوب من ثم تأخذها وسائل الإعلام. أما الفيسبوك استخدم للتحشيد، يعني نحن عرفنا في سوريا عندما نقرأ عن تاريخ النضال السياسي في سوريا في الثمانينات كان تنقل يعني الأخبار أو المقالات المعارضة للنظام السوري عن طريق مناشير سرية، يعني لا يكون جمهورها أكثر من 200 شخص أو 300 شخص، وهناك مخاطر كبيرة في توزيعها. حاليا هناك بكبسة زر يتم إرسال هذه المعلومة، وهذا بالطبع ساعد كثيرا الحراك المعارض في سوريا على تحشيد الناس وعلى إيصال ما يجري في سوريا للخارج. طيب سيدي، يعني مرة أخرى، يعني كثيرون الحقيقة ينتقدون الإعلام كما ينتقدون الإنترنت على مسألة نقل وقائع والتعتيم على وقائع أخرى. يعني الآن في ليبيا أنصار القذافي يتعرضون للإعدام كما تعلم، لا يوجد أسرى، مواقع الإنترنت كما هي الفضائيات تعتم على هذا الجانب. يعني هل يمكن اعتبار هذه الوسائل
امتداد للهيمنة السياسية التي تناسب مصالح الغرب؟ هلا كل بلد سوف يستغل هذا الموضوع، وبالنهايه كل قناه تلفزيونيه سوف تبث ما يخدم اجنده هذه القناه. انا لا اؤمن ان هناك قناه مستقله بشكل كامل، لكل قناه لديها اجنده، لكن هنا نتحدث عن الشان السوري. انا اقول لك وسائل الانترنت بالطبيعي لن تكون ذات مصداقيه مثل اي قناه لديها مراسلينها ولديها مكاتبها في الداخل السوري، لكن النظام يمنع اي قناه مستقله من الدخول الى سوريا. بشار الاسد منذ ايام يقول انتهى كل شيء في سوريا. إذن لنسمح لوسائل الإعلام بالدخول وأن تقوم بإجراء المقابلات مع المعارضين وأن تذهب إلى المظاهرات وتصورها، فيومها نستطيع أن نحكم. يعني وسائل الإنترنت صحيح ليست ذات مصداقية كاملة يعني بالمعنى المهني والمعنى الإعلامي، لكن أنتم كروسيا كقناة تلفزيونية كروسيا اليوم قمتم ببث كل ما يجري في سوريا، غالبية المظاهرات عن طريق الإنترنت وعن طريق مواقع اليوتيوب. ولماذا على الرغم أن روسيا موقفها محايد حتى الآن أو حتى أقرب إلى نظام، ولم تسمح لم يسمح لقناة روسيا اليوم أن تدخل وتصور المظاهرات في سوريا؟ واشنطن النشط السياسي عهد الهندي، شكرا جزيلا لك.